رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الكاشحة وقد خذلوه وقد أسلموا وغدرتهم لم تزل واضحة فيا ابن عقيل فدتك النفوس فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة لنبكي لها بمذاب القلوب يستاهل مسلم لنبكي لا بمذاب القلوب فما قدر أدمعنا المالحة بكت كدما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة ولا برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدا الطائحة لأنك لم ترو من شربة جيء بقدح الماء إلى مسلم ليشرب بعد أن أخذوه أسيرا أراد أن يشرب فسقطت ثناياه في القدح على من مناد ومسلما لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة ينجار ينجار عاد ليستجير يكون ينجار عن جتل حليف الشرف ينجار صدق مسلم بوسط السوق ينجار وتتنامس بجتل علوج ومية وتتنامس بجتل علايا لولا الحفير والقضاء وافق الحيلة الله يرحمك يا ابن فايز يقول لولا الحفير والقضاء وافق الحيلة ما صابك ابن زياد برجع له خير لكنهم صابك يوم الحرب غير فعلة ترجى سنهاي ما هي فعلة ترجى
يتمنى ابن فايز هذه الأمنية، يقول أنا اللي تمنيت حاضر يا حرب الغاضري يا من تصك جموعها بسام هري وزينب تنادي راحة رجال سوي أفنى أهلنا السيف ما بقى لنا رجال